تنضم إلينا من العاصمة التونسية شيراز الشابية النائب عن كتلة قلب تونس. أهلا ومرحبا بك حضرة النائب معنا في نشرة 19 على الحدث. أبدأ سؤالي بأن قلب تونس وصف قرارات الرئيس قيس سعيد في وقت سابق بالخرق الجسيم للدستور، ما الذي تغير؟ كيف راجع قلب تونس موقفه؟ لو توضحي لنا ذلك. الحقيقة البيان هذاك كان بيان متسرع، خرج الأربعة متاع الصباح، وكان لم يكن محل إجماع من جميع نواب قلب تونس. ثم حصلت نقاشات ووقع الإقرار بأن الغضب الشعبي مبرر، ولا بد من الاستفاف إلى جانب الشعب، ولا بد من تعديل الموقف. وبالفعل وقع تعديل الموقف، وأصبح معناتها من الواضح اليوم أن قلب تونس موقفه مع ما حصل، يعني مع الرئيس قيس سعيد، لأنه قيس سعيد لو كان لم يتخذ هذا الموقف كان سيكون هناك حمام دم في تونس. وكما تعرفوا المواطنين دخلوا على مقرات وهجموا على مقرات حركة النهضة، وكان موقف السيد قيس سعيد أوقف جميع تلك التحركات، وقبل قراره الشعب التونسي بأعداد كبيرة. وهنا الرئيس قيس سعيد دخل التاريخ من بابه الكبير، طيب. لأنه مشى طيب. مع الشعب التونسي، نعم. وفي نفس الوقت حماء السلم الاجتماعي. طب هل توافقي على ما يراه البعض بأنه أو يصف هذا الموقف من قلب تونس بأنه انقلاب على حليف الأمس النهضة؟ خاصة أن يعني المراقبون دائما يتحدثوا أن تحالف قلب تونس والنهضة كان مبني على هواجس مشتركة في ملفات كثيرة تتعلق بالفساد من جهة، وبملفات متعلقة بالإرهاب لحركة النهضة اليوم أيضا. كيف تنظرون للملاحقات القضائية التي قلب تونس أيضا هو جزء منها؟ شوف، بالنسبة للصفحات المأجورة معناتها اللي عاملة سبونسورينج باش تقول اللي قلب تونس انقلب على حليف وحركة النهضة، أنا ما نجاوبهاش. لكن حركة النهضة انقلبت على بعضها البعض، اليوم حركة النهضة مختلفة مع حركة النهضة. احنا كنا عندنا حزام سياسي مشترك في حكومة رئيس الجمهورية، وجميع الناس اللي تحالفت مع حركة النهضة في العشر سنوات الأخيرة كانت مضطرة لهذا التحالف، لأن النظام الانتخابي لا يمكن أي طرف من الحكم بمفرده. فقط هذا السبب أخرى. هذا السبب كان فقط لقلب تونس، أم أن هناك أسباب أخرى دعته أيضا للتحالف مع حركة النهضة؟ واليوم يعني ما الذي سيحدد موقفكم النهائي من كل هذه التطورات الجارية في تونس؟ هذا السبب المعروف لدي أنا، السبب المعروف لدي أنا اللي احنا صوتنا لحكومة الرئيس، اللي خاطر باش ما تكونش هناك فراغ في تونس، نعم. والمانحين كما تعرفين ولا فهمي لا يتعامل إلا مع حكومة منتخبة من البرلمان. هذه حاجة. حاجة ثانية، اليوم تقولي انت معناتها هل هناك ملفات وملاحقات؟ وهذه انا لا علم لي به اولا. ثانيا، انا نشوف ان الحل لا يمكن ان يكون حل قضائي، ولا يمكن ان يكون حل امني، لابد من حل سياسي، لانه اي حل بخلاف الحل السياسي لن يكون حل حقيقي. وحذر حركة النهضة من الخروج الى الشارع ومن الاستقواب الأجانب، لأنه الشعب التونسي هذا يوم 25 جويلية كان قرار شعبي، لم يكن قرار من أي طرف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقول اللي لابد من الحفاظ على التجربة الديمقراطية، ومن الحفاظ على المؤسسات المنتخبة،
ولابد كذلك وهي أهم حاجة عدم الذهاب إلى ظلم بعضنا البعض. أدعو إلى التهدئة، المرحلة دقيقة دقيقة جدا. ورئيس طيب. الجمهورية عندما تقولين عدم ظلم بعضنا البعض حضرة النائب، يعني ما المقصود هنا؟ ما هي الإجراءات أو كل ما يجري تجدين فيه بأنه ظلم ربما لبعض الأطراف؟ لا، أنا لم أقل أن هناك اليوم ظلم. قلت لك اللي رئيس الجمهورية استجاب لإرادة شعبية، ورئيس الجمهورية عمل الحل هذا للحفاظ على السلم الاجتماعي. لكن في جميع الأزمات يمكن أن يظلم طرف آخر. أنا أدعو إلى عدم ظلم بعضنا لبعض، لأنه المظالم تؤدي إلى الانفجارات، وهذا قلت في البرلمان عدة مرات. ثم البرلمان لا يمكن أن نقبل به بالصورة تلك التي كان فيها. أصبح البرلمان منصة للتهجم على الأشقاء، سواء الإمارات أو مصر أو قطر. هذه البرلمان برلمان لخدمة الشعب التونسي، ليس للتهريج والسب والشتم ورفع شعار رابعة. ثم أن معناتها نحن متمسكين بالتجربة الديمقراطية وبالفصل بين السلطات. بأي شكل؟ بأي شكل؟ ما هو التصور السياسي لديكم للمرحلة القادمة؟ وكيف تنظرون؟ ما هو موقفكم من التعيينات الوزارية الجديدة؟ شوف، في العشر سنوات الأخيرة كانت هناك عدة مظالم. نعطيك مظلمة صارت في الأخير على أحد زملائنا من قلب تونس. زوجته وقع طردها من العمل لأن النائب محمد الصخيري أمضى على عريضة سحب الثقة من الغنوشي. ولهذا المظالم القديمة لا نريدها أن تصبح مظالم جديدة. شيطنة كل المخالفين وتجنيد صفحات التواصل الاجتماعي لسب السياسيين ليست في مصلحة تونس. اليوم مثل ما قلت لك، لابد من الذهاب إلى حل سياسي. الحل لا يمكن أن يكون حل بالشارع، لا يمكن أن يكون حل بالاستقواء بالأطراف الأجنبية وعملية اللوبيين الذي يعملها بعض الأطراف من حركة النهضة لمنع المانحين من إعانة تونس بعد الأزمة الاقتصادية اللي تثبت فيها حركة النهضة. نعم. ولا يمكن أن يكون حل قضائي، لا يمكن إلا أن يكون حل سياسي. نحن نعرف نعم. البلدان الكل اللي خرجت للشارع ومشيت للعنف في آخر الأمر اضطرت للذهاب للحل السياسي. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من العاصمة التونسية. كنت معنا شيراز الشابية، نائب عن كتلة قلب تونس. شكرا جزيلا لك.